ايه حكم الدين يا شيخ حسن في واحد صام 30 يوم وكان في السعودية، رجع مصر لقى رمضان مخلص فصام بقى 31 يوم، راح ليبيا لقى رمضان مخلص يعمل ايه بقى، يصوم ولا ما يصومش؟ هو الدين بيقول ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فان غم عليكم فصوموا 30 يوما. مش محتاجة حاجة يعني. ايه رأي الشرع في راجل عجوز خالع سنانه ودروسه كلها وبيركب طقم زي حالاتي كده، ما بيستعملش السواك؟ الناس بتقول ده حرام ولابد ولازما من استعمال السواك، لان السواك ده سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام الدين بيقول ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة. انا حلاق يا سيدنا الشيخ، والناس جم قالوا لي حلاقه اللحيه حرام، رحت معلق يافطه عندي في المحل ممنوع حلاقه اللحيه، الزباين انقطعت، المحل كان بيعمل له في اليوم 20 30 جنيه، النهارده بقى لو عمل 10 جنيه يبقى كويس، اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ الدين بيقول ايه؟ الشافعيه قالوا ان حلق اللحيه سنه، اللي يلتزم بيها ياخد الثواب، واللي ما يعملهاش ما تبقاش معصيه. في واحد راجل يا سيدنا الشيخ مش قادر على مراته، اصل الشر بعيد عن السامعين، متجوز واحده ست قويه ومستبده، عاوز يعلمها الادب، يعمل ايه؟ الدين بيقول ايه؟ فعظوهن. ما بتتعص. واهجروهن في المضاجع. احب حاجه على قلبه. اضربوهن. لا، شديده وقويه، لو ضربتها تضربني بالشبشب. شوف يا ابني، اللي زي دي مش عايزه فتوى، اللي زي دي عايزه تروح النيابه. الله اكبر، الله اكبر، مش عارف، الله اكبر، مش عارف الفتوى دي. فحكم الدين يا مولانا في واحد زي حالاتي فاتوا سن الجواز، والعين بصيره والايد قصيره، ساعات بيجوني في المنام والشيطان شاطر. ما انت كنت شاب وعارف يا سيدنا. لا بقى، لا دي جاوبك عليها بقى الشيخ عماد. الشيخ عماد مين؟ ايوه الشيخ عماد، هو من سنك ويجاوبك عليها كويس. اتفضل يا شيخ عماد. هو الدين بيقول ايه؟ واستعينوا بالصبر والصلاة. واضحة. الله يفتح عليك يا شيخ عماد، الله يفتح عليك، الله يفتح عليك. سلام عليكم. في ايه يا شيخ بلال؟ ابدا يا مولانا، دول اهل البلد جايين عاوزين ياخدوا البركة منك. غلابة، وانا عارف قلبك الطيب يا شيخ حسن. خش يا ام ابراهيم. ام ابراهيم مين؟ دولي يا غلبانة يا مولانا، بعيد عنك ما بتخلفش. امال ابراهيم ده يبقى مين؟ هي اصلها نادرة، لو خلفت عيل هتسميه ابراهيم. وعايز نعمل ايه؟ ترقيها ولا تعمل لها حجاب عشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها باللي هي عايزاه. بوس ايد مولانا. لا تبوسني ولا تقرب مني. طيب اسيبك معها عشان ترقيها يا مولانا. راح فين؟ خليك هنا، انا هرقيها وانت موجود، اوعى تتحرك. تعالي. ما انا مرقاك يا مولانا، ربنا هيرزقك الخير كله. يلا اتفضلي، زغروطة وانت خارجة في قعد. يلا مع السلامة. خش يا ناه. عنايات مين تاني؟ ما كفاية ام ابراهيم، ارحمنا يا شيخ بلال. عنايات يا مولانا، دي جوزها مربوط. مربوط؟ ايوه، معمول له عمل، كل ما يخش عليها عشان يعاشرها يشوفها قدامه قرد. قرد؟ ايوه، عايزين نعمل لها حاجة بقى نفك بيها العمل ده. ودي برضه ما بتخلفش زي ام ابراهيم؟ لا يا مولانا، دي مخلفة سبعة. سبعة؟ أمال بشوفها يرد إزاي؟ دختي ما خليت يا سيدنا الشيخ، لفيت على الدكاترة والشيوخ والأولياء، حتى القسيس رحت له. رحت للقسيس؟ آه. وما عملش حاجة؟ الشفاء على إيديك بعون الله يا شيخ حسن. بركاتك يا مولانا. ربنا هو الشافي. الله أكبر، صلاة النبي أحسن. أنت أنا خلفه يا عم، ابعد البتاعة دي عني. أنا خلفه إيه؟ واحد واحد. طب نظام يا عم، ابعد البتاعة دي. واحد واحد. أنا يا عم ابعد البتاعة دي عني. انا خلف واحد 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 واحد.
جماعه ما ينفعش الارجال اللي انتوا عاملينها دي. يا جماعه اهدوا اهدوا، ما ينفعش كده. الشيخ حسن لو شاف الهرجله دي هيقفش عليكم واحد واحد. طب بس انتوا طلعوا له دول يا عم الحاج. الشيخ حسن لا بياخد طير ولا غيره، ده بيعمل ده لوجه الله. اعمل معروف يا شيخ عماد، الوليه مراتي ما هتخلفش غير بنات، وانا نفسي فؤاد. يعني هي الوزه والبتين دول هم اللي هيجيبوا الواد اللي بعده يا شيخ عماد؟ نمره 18. ان شاء الله يا شيخ حسن انا نازل انتخابات مجلس الشعب، وده بس عشان خدمه اهل البلد. الدوره اللي فاتت واللي قبليها بحمد الله كسبتهم باكتساح. السنه دي بقى نازل قدامي واحد تقيل قوي وايده طايله، كل اهل البلد ملمومين حواليه. وعايز نعمل لك ايه؟ حضرتك تعمل لي حجاب ولا عمل تخلي اهل البلد يتلموا حواليا انا، ما يشوفوش حد غيري وما ينتخبوش حد غيري. هو حضرتك حزب ايه؟ حزب الوطني. حزب وطني ومحتاج حجاب ولا عمل؟ قوم ده انت ناجح بالثلاثه. قوم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا. انت حسن عطار؟ ايوه. اتفضل معانا. عايزين تاخدوه فين؟ استنى بس يا حضرة الضابط، اصل هو مش حسن العطار. بس 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 يا جرايه ام عماد. الله. عماد عماد انت بتطلع كده ليه؟ خلي بالك من زينات. زينات مين؟ زينات امك يا عماد. حاضر. عماد امك. حاضر. زينات تبقى امك. حاضر. انا مش هغيب، انا شويه وجاي على طول. هو في ايه يا باشا؟ انتوا واخدين الشيخ حسن مودينه على فين؟ ده راجل تاقي وفاضل والبلد كلها بتحبه. ما مالكش دعوه انت بالموضوع ده يا شيخ بلال. ماليش دعوه ازاي؟ انا جاي معاكم. خليك انت يا شيخ زينات. يا شيخ بلال. انت بتقول ايه يا مولانا؟ على النعمه الشريفه مصيبه، احنا كلنا جايين معاك. بتعملوه ده مش كويس علشانكم، كل واحد منكم يروح على بيته. احنا هناخد كلمتين من الشيخ حسن وهيرجع على طول. الشيخ حسن اللي بيعملوه ده بيضعف موقفك، انت المسؤول. انا وانا مال؟ هو انا اللي قلت لهم يجوا؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. احنا وراك يا شيخ عطار، احنا وراك يا شيخ عطار. حسن عبد الحميد العطار. أنا عايز لو سمحت يعني بعد إذن حضرتك أكلم اللواء مختار سالم. هتكلم الدنيا كلها، بس مش لما الأول تعرف إحنا جايبينك هنا ليه. أنا ما عملتش حاجة يا حضرة الضابط. إذا كنت فاكر إن اللي عملته في أسيوط هتعمله هنا في المنيا، لا انسى. أسيوط إيه علاقتك بتنظيم القاعدة؟ القاعدة ده حتى ما يصحش. شوف يا حسن، أنا راجل مؤمن بالمناقشة بالحوار، وأسلوبي بعيد كل البعد عن العنف والقسوة. إنما لو حسيت إن اللي قدامي بيلف ويدور عليا، عندي طرق وأساليب تخليك تعترف بكل حاجة. مالك حضرتك؟ ما كنت كويس، إيه اللي حصل؟ أنا كويس وطيب واتحط على الجرح يبرد طول ما انت دغري معايا. انما هي انما دي هي اللي بتعصب حضرتك، ما بلاش منها احسن. قعدت قد ايه في افغانستان يا حسن يا عطار؟ افغانستان. من فضلك اطلب لي اللواء مختار سالم فورا. تمام سعادتك، البلد كلها جايه واقفين تحت وعاملين مظاهرات ومش عايزين يمشي الا معاهم الشيخ حسن. بالسرعه دي لحقت تعمل قاعده شعبيه في البلد كده من اول يوم؟
أمال لو قعدت معانا سنتين تلاتة هتعمل إيه؟ لو سمحت أنا عايز أكلم اللواء مختار سالم. حاضر يا سيدي، هنطلب لك اللواء مختار سالم. لماذا لم يصدر حتى الآن تصريح من وزارة الداخلية بعدد القتلى والمصابين في حادث انفجار القنبلة؟ الحمد لله مفيش خسائر في الأرواح، هما كام عربية وكام محل اتكسروا، 3 مصابين و75 واحد ماتوا، بس مش من انفجار القنبلة، من تدافع الناس بينهم من بعض بعد انفجار القنبلة، والحمد لله كلهم مصريين مفهومش جد. يا مختار باشا، يا مختار باشا، في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. ها ايوه مين؟ حسن العطار؟ حسن العطار مين؟ انا معرفش حد بالاسم ده. ايوه باشا، ايوه مختار باشا، انا حسن العطار، الشيخ حسن العطار المسيحي. انا اللي بعته المنيا، انا ومراتي وابني جرجس اللي هو عماد المسيحي المسلم. ركز معايا وحياتك شويه. ايوه ايوه ايوه، ازيك يا اخ بولس؟ هل مصر اصبحت منطقه ارهاب دوليه بعد تكرار حوادث الانفجارات؟ انا عايزك تطمن خالص، واديك شايف رجالتنا قايمين بالواجب ولا لا؟ هو في الحقيقه قايمين بالواجب قوي، بس زياده عن اللزوم. انا بكلم سيادتك من المديريه، بعمل ايه في المديريه؟ اصلهم عرفوا اللي انا بشتغل مع القاعده. تنظيم القاعده؟ فعلا يا فندم، تفجير القنابل في الاماكن الحيويه دي ده اسلوب القاعده. مين اللي قال الكلام الفاضي ده؟ انا عارف. اتفضل بقى سيادتك قول لحضرة الضابط. ايوه يا فندم. هل اعلنت اي جهه مسؤوليتها عن الحادث؟ لا، انما اكيد ده شخص مختل عقليا. مختل عقليا؟ ايوه ايوه انا معاك يا فندم، اللي تشوفه سعادتك يا باشا. مع السلامه. يا شيخ حسن، احنا متاسفين، ظهر ان في تشابه اسماء بينك وبين حد مطلوب عندنا، تقدر تروح. يا حكومة قوم قوم كل الظلم عليك اليوم. 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 يا اخواننا يا اخواننا، من النهارده الشيخ حسن العطار هو امام جامع البلد. امام؟ ايوه، وبكره ان شاء الله هو اللي هيخطب خطبه الجمعه في المسجد بالعند في الحكومه. الله اكبر، الله اكبر. يا حكومه قوم قوم كل الظلم عليك اليوم. 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 وجودنا في البلد دي بقى خطر يا ماتيلدا، انت ما شفتيش الناس كانوا عاملين ازاي قدام المديرية؟ دول هتفوا ضد الحكومة وعايزيننا بأمام الجامع. طب وهنروح فين يا بولس؟ هنروح عند ويليام شحاتة. هو ما فيش غير ويليام شحاتة اللي نروح نقعد عنده؟ ماله ويليام شحاتة؟ راجل طيب ومسيحي حقيقي، ده طار من الفرح لما عرف اللي احنا هنروح نقعد عنده. وبعدين انا حكيت له على كل حاجة من الأول للآخر. انا ما قلتش حاجة، بس جانيت اصلا ده حتى طنط تريزا مراته بتحبك كانك ابنها بالظبط. لا انا عارف هو بيرمي على ايه. مالها جانيت؟ وحشه جانيت يا ماتيلدا. احنا في ايه ولا في ايه يا بولس؟ افرض حد شافك هناك يبقى عملنا ايه؟ يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليام شحاته.
صحيح جانيت بنت ويليام شحاتة. أمورة خالص. نعم ده المني أرحم. طب تعال تعال ما تخافش يلا. أمورة جانيت. طب أنت هربان من الناس عايزين يقتلوك أنا مالي؟ بس جانيت أمورة. أهلا 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 شرفتم ونورتم. أهلا 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 وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا. أهلا يا أستاذ حسن. وحشني يا تريز. أهلا يا ست زينات. إزيك يا مات؟ شيل الشنط بسرعة لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا منور يا حاج. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا. مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بودات في العمارة وعم ويليام بيقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهية. واوعى حد من العمارة يعرف حاجة ارجوك. ما تخافش ما تخافش يا اخ بولس. اتفضل يا كركر اتفضل. تعالى تعالى اتفضل يا حاج اتفضل يا حاج اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن. أنا مرقص عبد الشهيد، لو وصل أي حاجة أنا تحت أمرك. ربنا حافظ عليك يا أستاذ مرقص. نورت العمارة يا أستاذ حسن. منورة بأهلها يا أستاذ مرقص. طب اتفضل. اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. لا اتفضل حضرتك. ما يصحش اتفضل. يلا يا حاج حسن. بس ما يصحش نسيب الراجل. أنتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا إيه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل. اتفضل. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. اتفضل. تفضل يا بوليس يا اخويا تفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع. ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. لطيفه صدقني يا جرجس بابي الفرحة ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكرة يا جيركس الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. ما انا قوم احلقها. سمعت ثريد تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريد تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبلة ولا في ايه؟ مالك يا جيركس شكلك متضايق. متضايق؟ الله. واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بان عليه راجل طيب ومتدين. يا استاذ بولس ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام. كلم الكنيسه يفتقدوه يجوا يفهموه يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان. ده قطب من اقطاب الاسلام يا زينب، ده اكبر داعيه ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه ووقع بيته وجي يستجد بيا هو ومراته وابنه. اسيبه نام في الشارع؟ لا انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديهاني، تقوم تديها لحسن العطار تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقة جانيت يا جورج وهو مش هيقعد فيها على طول. دي كلها كام شهر وربنا يفرج عليه ويمشي. أنا فين يا هاني؟ مريم. سعيدة يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي أنك جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟ ايه ده؟ اصل انا شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك يعني.
ليه هاني؟ اصل انا ده هدية مني، مش هاخد منك تمنه. اصل انا ما تعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفة يا هاني. مساء الخير. مساء بابا. هي الشقة اللي وصلنا سكنت؟ ايوه، الشيخ حسن العطار. ايه حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسة. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخلوا جوه. ادخل. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا، كاهن كنيسة نرجركس، والاباء الكهنة من الكنيسة. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شوية. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقة، نورتوا الشقة. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقة الأستاذ ويليام قال إن حضرتك كنت في أمريكا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، وبمشيئة رب المجد تطلع معانا رحلة الكنيسة عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركة الأنبا موسى الأسود، ونعدي على العذراء السوريان وماري جرجس الخطبة، ويريد كمان تصلي معانا البصخة. أصلا أنا لسه راجع في السفر يا أبونا، ويعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره تناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما تناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف ايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بيهتم بدينك ولا بربك. أيوة أيوة أيوة. أصل المشاغل برة بتلهي الواحد. عشان كده احنا جايين نعمل لك صلاة تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك وأولادك.